يعقد مجلس النواب مساء يوم غد الاثنين أعمال الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي السادس برئاسة النائب الأكبر سنا. وسيتم خلال الجلسة أداء اليمين الدستورية لأصحاب السعادة النواب وانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه الأول والثاني، حيث سيقوم أكبر النواب سنا والنائبين الأصغر سنا بأداء اليمين الدستورية، يليهم بقية النواب الأعضاء، وبعدها سيتم انتخاب رئيس المجلس وتوليه للرئاسة بمجرد انتخابه، ومن ثم انتخاب النائب الأول لرئيس المجلس وانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس.